الموسيقى رمز السلام ولغة بيفهموها كل البشر. اسمعوا معي. رمضان كريم علينا وعليكم. أنا روان مجدلاوي واليوم جاي أحكيكم عن مشروع بنشر ثقافة الحب والسلام عن طريق الموسيقى. جميل نسمع موسيقى من أطفالنا وشبابنا اللي تعبوا وتدربوا ليصيروا قادرين يعزفوا أجمل الألحان، بس هالموسيقى مش عشان نسمعها وبس، الموسيقى بتعطينا راحة نفسية وبتأثر فينا وبسلوكنا. لهيك إجت فكرة مشروع موسيقى من أجل السلام اللي ينفذ في غزة عن طريق جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وبدعم من الاتحاد الأوروبي عشان تبني شباب بيأثروا في السلام المجتمعي، وهالشباب راح يكونوا بكل غزة. المشروع اللي بلش نشاطاته كلها خلال السنوات القادمة راح يكون عندنا 120 ألف عازف راح يحيوا فينا روح المحبة والسلام. وهلأ معنا حمزة عازف العود، وهلأ معنا غزل عازفة القانون، هاي معنا إليسا عازفة الكمان. الحلم بغزة صار حقيقة وكل يوم يكبر شوي شوي. بنقدر من خلال الموسيقى نعلي صوتنا ونقول لكل العالم إنه غزة بتحب الحياة وبتحب السلام زي باقي دول العالم. هيك بتكون خلصت جولتنا لليوم، وهلأ صار وقت سؤال حلقتنا: ما هي جنسية الموسيقار بيتهوفن؟ بتقدروا تجاوبوا من خلال الكومنتات على صفحة الاتحاد الأوروبي على الفيسبوك لتفوزوا بجوائز حلوة. استنونا في حلقات جاية. سلام.